كان لازم النهارده نبدا بدايه ثانيه ونروح شويه للاولمبياد. ايه اللي بيحصل في الاولمبياد؟ استعدادنا للاولمبياد عامل ازاي؟ القصه عامله ازاي؟ مهم جدا، خاصه انه هذه الدوره القادمه دوره باريس الاولمبيه، ودايما الدورات الاولمبيه بتسمى باسم مدن وليس باسم دول يعني. فتلاقي دوره طوكيو، دوره باريس، دوره مثلا مونتريال، دوره بكين وهكذا يعني. فاحنا متأهل عندنا اكبر عدد في تاريخ مصر للاولمبياد، هنتأكد من ده. ايضا فرصنا في الميداليات الذهبية، فرصنا في الميداليات بصفة عامة. خلينا نرحب بالمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية. مساء الفل يا باشمهندس، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن سمير، وكل سنة وحضرتك طيب والأسرة الرياضية وأسرة حضرتك بخير إن شاء الله. وحضرتك بالصحة والسلامة يا باشمهندس. طبعا توليت المسؤولية في وقت صعب جدا ونحن على أبواب الدورة الأولمبية، قل لنا خطة التطوير، ملف الاستعدادات لأولمبياد باريس اللي هتبدأ بإذن الله رسميا من 26 يوليو ل 11 أغسطس، لكن من قبلها هتكون في بعض اللعبات بدأت تصفيتها زي كرة القدم وخلافه. وبرضه حضرتك الحقيقه احنا زي ما سعادتك قلت ان احنا يعني المسؤوليه كانت في وقت قصير، بس برضه احنا مشينا على نفس الخطوات اللي كانت عاملاها وزاره الشباب والرياضه واللجنه العلميه، كانت متابعه مع كل الاتحادات، كل اتحاد على حده الخطه بتاعته، كانت بتدعمه ماليا على دفعات. كل الامور دي الحقيقه ما كانتش واقفه، كانت ماشيه مستمره واستمرت في الوقت اللي احنا موجودين فيه. فالمراحل الفنيه بالنسبة للاتحادات وبالنسبة للجنة الأولمبية ماشية بخطوات ثابتة. ممتاز. وهي من البداية ثابتة، وإن شاء الله ما فيش أي حاجة أثرت على الخطة الفنية أو المسار، يعني ما فيش حاجة يعني خرجتنا بره المسار. نعم. يبقى تنظيم البعثة نفسها، إن لازم إحنا خدنا قرار إن كل فريق هيسافر قبل البطولة بثلاث أيام ويرجع بعد البطولة بيوم، ولو خلص الإيفنت بتاعه يخلص يرجع برضه بعدها بيوم. نعم. على أساس إن إحنا يبقى التركيز على البطولة، ما يبقاش فيه تركيز على إن حد يبقى موجود بيتفسح يعني. نعم. عشان نظبط طبعًا القصة دي للاتحادات، لعدد كبير من الاتحادات، موضوع ما هوش سهل، بالذات إن إحنا بنحاول إن كل البعثات تروح بالأجهزة الفنية اللي هي طالباها. نعم. يعني حضرتك عارف إن عدد اللاعبين بيبقى يقابلوا عدد كوتا للاداريين. فبنحاول طبعا ننسق الامر بحيث ان ما يبقاش في حد يعني مثلا لعيب عنده زميل للتدريب يبقى برضه موجود معاه، علشان ندي الفرصه بالذات للي عندهم فرصه الميداليات. نعم. الحاجه طبعا اللي اثرت الفتره اللي فاتت اثيرت يعني انه ما فيش تكييفات. طبعا درسنا برضو الموضوع كويس الحقيقه، لانه موضوع التكييفات ده كان عشان نركب تكييفات فيه مبالغ ماليه كبيره، وكان لازم القرار يبقى في شهر 12 اللي فات وده ما تمش. بس احنا تواصلنا مع اللجنه المنظمه وخدنا منهم ملف عن طريقه الحراره هتبقى في الغرفه من كام لكام. هم عاملين طريقه لتبريد الاوضه بشكل مختلف عن بقيه الدورات، يعني هم عاملين تبريد برد وتبريد للحيطان بحيث ان درجه حراره الاوضه تبقى من 2 يضمن ان هي تكون من 22 ل 26. طب كويس. طبعا ده كويس، ده مش محتاج تكييف وان هو فيها مراوح، فاصبح الامر ده محلول الحمد لله. حلو جميل. الحاجه الثانيه انه برضه احنا درسنا درجه الحراره في فرنسا في الوقت ده، فلقيناها الصغرى هتبقى 16 والكبرى 26، يعني برضه الجو الدنيا جميله يعني. بالظبط كده. دي كانت برضه ده موضوع كان قلقنا علشان اللاعبين اللي قعدوا في القريه الاولمبيه ما يبقوش متعرضين لاي نوع من الارهاق. نعم. في تعاون كبير جدا زي ما حضرتك على فكره، انا دايما بتعجبني بدايتك الحقيقه يعني. ربنا يخليك. زي ما حضرتك بتقول ان الوسط الرياضي النهارده برضه بقى فيه اختلاف شويه، كله بيساعد يعني. محدش طالما في بطوله بنلاقي كل المساعده من كل الناس الحقيقه، كل التعاون مع رؤساء الاتحادات. نعم. وكل التعاون مع الاجهزه الفنيه والاداريه والاعلام كمان الحقيقه الفتره دي بيزق معانا. صحيح ده صحيح واضح. نعم. طيب ده عايز اسالك، هل بالفعل عندنا 150 رياضي وده اكبر عدد في تاريخ البعثات الاولمبيه المصريه؟ عندنا 150، احتمال يزيد واحد او اثنين يعني، لسه احنا لغايه 30/6 العدد النهائي هيبان. يعني انما احنا دلوقتي 150 واحد الاساسيين بالاحتياطيين. نعم. طيب رغم ان السؤال دايما بيكون صعب لكنه لازم اقوله،
كم ميداليه تتوقع تحقيقها؟ يعني السنه الدوره اللي فاتت كنا سعداء انه ختمنا بميداليه ذهب واسعدتنا جميعا. هذه الدوره هل في امل في ميداليات ذهب وكم ميداليه واي من الالعاب؟ ودايما الاولمبياد معناها لعبات فرديه يا باشمهندس ياسر. لا احنا ثيوريتيكال يا كابتن شوبير، احنا يعني بالورقه والقلم يعني احنا عندنا من 7 ل 11 ميداليه توقعات. نعم. مثلا رفع الاثقال ممكن يبقى فيها ميداليه ذهب ان شاء الله. نعم. عندنا السلاح، عندنا الخماسي، عندنا الرمايه، عندنا التايكوندو. فالحقيقه في عدد من الميداليات فيه منافسه، بس برضه حضرتك راجل رياضي كبير وعارف طبعا احنا ان شاء الله احنا يعني ان شاء الله يبقى فيه الميداليات المطلوبه، بس برضه لازم الناس تبقى عارفه ان في حاجه اسمها قرعه. نعم. النهارده في العاب يعني رفع الاثقال ما فيهوش قرعه. ايوه. انما السلاح فيه قرعه. نعم. التايكوندو فيه قرعه، الكاراتيه فيه قرعه، المصارعه فيها قرعه. نعم. المشكله يا كابتن شوبير انك انت ممكن تيجي بتقابل بطل عالم في سكتك. نعم. طبعا ان شاء الله مش هيحصل يعني. نعم. انا دايما يعني بقول ان احنا عملنا اللي علينا وعندنا توقعات يعني ان شاء الله من 7 ل 11 ميداليه. نعم. ان شاء الله. والباقي على ربنا، التوفيق من عند ربنا. هل حاطط في حسبانك اللعبات الجماعيه؟ يعني البطوله اللي فاتت كره اليد كانت قريبه جدا من تحقيق ميداليه، وكانت قريبه من الوصول للمباراه النهائيه، والفرق كان بيبقى هدف او هدفين. وايضا كره القدم يعني البطوله اللي فاتت خرجنا امام البطل البرازيل. شايف انه في امكانيات لكره القدم وكره اليد انه ممكن يحققوا لنا ميداليه ايا كان نوعها؟ كره اليد دايما يا كابتن شوبير دايما في المنافسه، بس يعني طبعا المستويات بتبقى متقاربه جدا جدا، فصعب ان احنا نقول ان في ميداليه. نعم. طبعا اكيد في منافسه. نعم. كره القدم انا اعتقد ان هي ان شاء الله هتجيب ميداليه. هتقول لي ليه؟ هقول لك مش عارف، عندي احساس كده. ماشي. من غير ليه؟ من غير ليه على راي عبد الوهاب. اه بالظبط. طب هقول لك فصوره لو حلتها هقول لك يبقى هنجيب ميداليه. ممكن؟ ممكن. من غير ليه دي اغنيه جميله غناها محمد عبد الوهاب وغناها ناس كتير بعدها، مين اللي كتب كلماتها؟ اعتقد محمد عبد الوهاب. لا، اللي كتب كلماتها مش اللي لحنها، اللي لحنها محمد عبد الوهاب. اللي كاتب الكلمات مين؟ ما انا بس عشان خبره انا في الحاجات دي. مرسي جميل عزيز. ماشي، كمل كمل يا باشمهندس. اتفضل. ما برضه لما حضرتك تحلها كان انا حليتها يعني. واحد طبعا، بس الافيه تحكم يعني. طيب يعني اذا انت متوقع ان شاء الله ان هناك احتمالات للعبات الجماعيه زي كره القدم وكره اليد رجال ان هم يحققوا ان شاء الله ميداليات. طب انا بس هسالك سؤالين وارجع تاني للتنافس. يعني تحدد ان حضرتك رئيس البعثه؟ لا، رئيس البعثه الدكتور علاء جبر. انا رايح بصفتي رئيس اللجنه انا والمهندس شريف العريان. نعم. بيبقى لينا مكان تاني علشان الاجتماعات الاولمبيه يعني. طيب هل اخترتم من رئيس البعثه الدكتور علاء جبر؟ هل اخترتم من سيحمل علم مصر؟ لا لسه حتى يعني انا لحظة. انا الحقيقه ماخرها لان انا عاوز اشوف برضه الكوره مين اللي هيسافر. عارف حضرتك ان في 3 كبار هيسافروا مع البعثه. اوكي، يعني مثلا لو محمد صلاح موجود من الممكن يبقى محمد صلاح. ده يعني ضروري ان يبقى محمد صلاح. حلو، برضه فكره ممتازه ومحترمه يعني. يعني ده هيبقى مقترح طبعا، ما اقدرش اقول قرار مجلس اداره. طيب مقترح، بس مقترح محترم يعني. انا شايف انه مقترح منطقي يعني. جدا، ويحمل القيمه كمان، والعالم كله هيروح على طابور العرض على محمد صلاح طبعا. بالظبط، فكره ذكيه. اتمنى ان هو يجي معانا الاولمبياد، واتمنى هو اللي يحمل العالم ان شاء الله. طيب خليني اسالك برضو عن تدخل الدوله ورفع المكافئات بما يصل الى 5 مليون جنيه للميداليه الذهب. صحه هذا الخبر؟ هل بالفعل عملتوا لائحه جديده ولا لا؟ لو حضرتك تفتكر كان سياده الرئيس في احد الاجتماعات مع وزير الشباب والرياضه، ووجهه ان هو يضاعف الجائزه. نعم. فاتعملت لائحه جديده ضاعف بيها سياده الوزير الجوائز ورفع ل 4 مليون جنيه الميداليه الذهب. نعم، حلو قوي. كمان احنا عندنا دلوقتي سبونسر، السبونسر ده مش بس بيقدم لنا خدمات، لا، زي مثلا شركه تامين اليان بتقدم خدمات للعيبه وتامن عليهم وبتدينا 4 مليون جنيه للناس الحاصلين على الميداليات. حلو قوي. وعندنا بعض الشركات دلوقتي بدات تعرض علينا جوائز عينيه زي عربيات مثلا. ماشي. فالحقيقه ان شاء الله اللي هيجيب ميداليه ذهب ان شاء الله المينيمم بتاعه 5 مليون. ده شيء رائع وشيء ممتاز يعني. ان شاء الله، ودي اول مره احنا بنحاول نحفز على قد ما نقدر، لان الحقيقه الناس كلها يعني بذله مجهود، ويا رب ان شاء الله نفرح. انت عارف حضرتك دايما
مهما تبذل مجهود الميداليه هي اللي طبعا مش عايز الكلام. طيب ليا سؤالين اخرين بعد اذن حضرتك يعني اذا اذنت لي. مع الشكل الرائع للبنيه الرياضيه التحتيه في مصر، مدينه مصر الاولمبيه الجديده اللي شكلها مش طبيعي من الداخل، وايضا عندنا عديد وعديد من المنشآت، هل نحلم يوما ما بان مصر تستضيف الدوره الاولمبيه؟ ده ان شاء الله احنا ماشيين في كده، لان انت حضرتك لما حصل زياره رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه لمصر وشاف المنشآت الرياضيه دي بعينه، فالحقيقه ان هو يعني اتكلم على ان احنا لازم نقدم ملف لتنظيم الدوره. حلو. وفي خطوات فعلا تمت، وابتدى يحصل تفاوض مع بعض الشركات اللي بتقدم الملفات. انت عارف حضرتك الملفات دي بيبقى فيه ناس متخصصه بتقدمها. طبعا يعني. طبعا احنا واخدين الخطوات دي ل 2036. نعم. الحقيقه كابتن شوقي انت حضرتك برضه يعني من اللعيبه الكبار اللي لعب الدولي على مستوى عالي. الحقيقه المنشآت فوق الممتاز. ده صحيح. يعني انا بالنسبه لي كراجل سباح المنشأ بتاع حمام السباحه انا ما شفتوش قبل كده. ده صحيح. فانا بتكلم على المنشآت معموله على احدث موديل. نعم. كل حاجه. نعم. وكلها مطابقه لمواصفات الاتحاد الدولي. والزياده على كده ان دايما الاقامه بتبقى في الدورات الاولمبيه بتبقى مش على المستوى، يعني ممكن تسكن في كومباوند شباب، ممكن تسكن في مدينه جامعيه، لا معمول فندق او يعني بيستكمل فندق على اعلى مستوى. نعم. فالحقيقه كل ده طبعا هيدينا فرصه ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا فرصه لتنظيم الاولمبياد. مهندس ياسر ادريس هيترشح لرئاسه اللجنه الاولمبيه في دوراتها القادمه؟ بص يا كابتن شوبير، انا السؤال ده اتسال لي بالعكس، يعني انا بيتقال لي ده معناه انتوا يعني هتستمر يعني، فانا الحقيقه لازم اقول هستمر، لان انا لو ما قلتش هستمر بس خلاص كل كلامي اللي انا باخد بيه قرارات دلوقتي ما بقاش له الوضوح. جميل. هترشح وهكون موجود ونفسي انجح ونفسي اكون موجود ونفسي اكمل المسيره بالظبط، انما مش عاوز اتكلم في الموضوع ده يعني لانه مش وقته، انما طبعا يعني احب ان انا اترشح يعني ما فيهاش كلام يعني ان شاء الله. يعني مش يعني دايما انت زي كابتن شوبير لما بيبذل مجهود. نعم. اتحاد الكوره يصح ان يبقى رئيس اتحاد الكوره معاك مثلاً. كل الحق بالعكس، وان شاء الله يكون في نجاح بامر الله. بشكرك شكرا جزيلا مهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، وكل الامنيات ان شاء الله لاولادنا وشبابنا وبناتنا اللي رايحين هناك توفيق بالنجاح وباذن الله بعدد كبير من الميداليات. بصوا بقى